تم الإعلان عنها قبل يناير 2014. أيوه. حجمها لم يتحدد بعد لأنه بيتوقف على الموارد اللي احنا ما دخلناهاش في الحزمة الأولانية، وبيتوقف على التزاماتنا اللي احنا ناويين ننفذها. يعني حضرتك عارف ان من ناحية الالتزامات سنطبق الحد الأدنى للأجور، وده هيكلفنا حوالي 9 مليار في نص السنة الثاني. وفي طبعا جزء من المعاشات المقدمة بيه، واحتمال كبير كادر الأطباء، ده أيضا التزام آخر. فيعني عندنا مجموعة من الالتزامات اللي احنا ناويين تكلفة نوفيها. هذه الالتزامات كلها الإجمالي لا مش هقول لحضرتك على كام كل واحدة منهم، خلينا يعني هي في المجموعة دي يعني بتتكلم على 9 مليار زائد 2 زائد يمكن 2 تانيين، يعني في الغالب بنتكلم على حاجة 13-14 مليار. إنما مش بالضرورة، شوف هقولك على حاجة، احنا ملتزمين بأن عجز الموازنة ما يزيدش، وبالتالي مش هنعمل حزم إضافية تزيد من العجز عما هو مستهدف. وما هو مستهدف زي ما قلت لحضراتكم هو 10% من الدخل القومي على آخر السنة المالية اللي احنا فيها. فكام 10% من الدخل القومي؟ 10% نزولا من كام؟ من 14 نزولا من 14. يعني تقريبا 10%. يعني المواد يعني استهدفوا كام يا فندم اجمالي العجز السنه دي؟ لا اجمالي العجز لا معلش لا 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 السنه دي اقل من 200، يعني اقل من 200. فندم هتموله يا فندم الخفض ده منين؟ 240 في التزامات جديده ب 14 مليار، في التزامات اخرى في النفط العدم. لا ما انت الدعم لا دي حضرتك الزياده دي الوفرات الوفرات جايه من انت عارف وحده الموازنه، بمعنى ان كل الموارد بتدخل في ناحيه وكل المصروفات بتدخل في ناحيه، ما تقدرش تقول ان المورد ده هو اللي بيمول التكلفه دي، ده نقطه متفق عليها. النقطة الأولانية فردا على سؤالك بقى ان الوفرات جاية من فين؟ الوفرات جاية من أماكن كتيرة أوي، يعني جزء منها مثلا المنح اللي جاية من دول الخليج، وده حوالي 6 مليار دولار، اضربها بقى في ما يقرب من 7 فهي بتاع 42 مليار. جزء منها جاي من وفرات خفض التكلفة على سعر الفايدة، وده يعني نزل من حوالي 14.5% لحوالي 11-10.5%. على دين عام حجمه كبير، ده بيوفر مبلغ مش قليل. لا مش عايزين نقول الرقم بالتحديد لانه متوقف على وبالمناسبه الاثر بتاع انخفاض الفايده ده هيبان بشكل اكبر السنه الجايه اكتر من السنه دي، لان زي ما انت عارف ان في المديونيات بيبقى ليها مدى زمني معين وانت بتلتزم بحاجه فما بتقدرش تغيرها اثناء الفتره اللي انت فيها، لكن بتقدر في الاصدارات الجديده ان انت تحصل على الدين بالتكلفه الاقل اللي وارده في السوق، وبالتالي اعتقد ان الوفرات بقدر اكبر هيبان اثرها في العام المالي القادم اكتر منه العام المالي اللي احنا فيه. وفي طبعا وفرات قدر من دعم الطاقه وكروت البنزين، في مثلا بعض الموارد يمكن من ضريبه القيمه الضريبه العقاريه والتحول للقيمه المضافه، ولو ان لا يعني مش قبل نهايه السنه قبل نهايه السنه الماليه هنبتدي، لكن مش بالضروره قبل اخر السنه 2013، يعني قبل اخر السنه الماليه ان شاء الله. فندم برنامج الودائع الدولاريه اللي كانت بتصدرها مصر صادق دولاريه صالح قطر مصيره ايه؟ انت بتسال اسئله صعبه يا لا بالنسبه للودائع الدولاريه بتاعه قطر دي، لما احنا بنتعامل مع قطر على الاقل من الناحيه دي من الناحيه الماليه دي على اساس انه يا ترى الديل ده لصالحنا ولا مش لصالحنا. لو كانت التكلفه عاليه والاجل قصير زياده عن اللزوم فاحنا ممكن نستعيد عن ده باساليب اخرى او بطرق اخرى او نعتمد على البدائل المتاحه، وده اللي حاصل فعلا. يعني التكلفة بتاعت الودائع الإقدارية وتجديدها كان عالية أكتر من 4% بالدولار، زائد إن المدد الزمنية اللي كانت مطروحة لتجديد الودائع كانت قصيرة الأجل زيادة عن اللزوم. إحنا عايزين نعمل استقرار، فالودائع القطرية كانت قصيرة الأجل
ومكلفة، وإحنا والقطريين لم نجد توافق، لم يتم توافق على الشروط دي، والبنك المركزي ووزارة المالية تم الاتفاق ان مش هنستعين بيها. هل في ودائع ثانيه هيتم ردها لقطر؟ في ودائع كام يا فندم؟ على كل حال هي القصه.